أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه الرئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب. معنا على التليفون الأستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي بجريدة الأهالي. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك، وكل سنه طبعا وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. الاجراءات بقى، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتاكيد وجه الحكومه باتخاذ الاجراءات اللازمه لدراسه ومراجعه رفع الحد الادنى للاجور. الحقيقه الموضوع ده يمكن اتطرح مؤخرا، وكان في دايما تاكيد ان مش هنشهد في الفتره القادمه ان احنا في حاله اقتصاديه صعبه، ان صعب جدا يبقى في حتى مجرد طرح لفكر رفع الحد الادنى في الاجور والمعاشات. تعليق حضرتك، وهل ده ممكن بالفعل ان احنا نشوفه على ارض الواقع قريبا، خصوصا في ظل طبعا حالة الغلاء وفي نفس الوقت الحالة الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها؟ اتفضل. يعني في الحقيقة زي ما حضرتك عارفة ان الحكومة كانت قررت مجموعة من الاجراءات يعني الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة. هذا الارتفاع اللي هو كان نتيجة يعني مثلا تحرير سعر العملة، ده طبعا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات. الحكومة يمكن في الموازنة الجديدة، أيوة ده كان سؤالي، هل بقى نتكلم بقى الموازنة الجديدة وزارة المالية، هل في مخصصات أو ممكن يبقى نشهد يبقى في مخصصات إن احنا نقدر نعمل فعلا هذه الزيادة في ظل يعني الاقتصاد أو الأزمة اللي احنا عايشينها؟ وكمان يمكن لو حضرتك متابع، طبعا الرئيس السيسي كان مؤخرا في أحد الافتتاحات قام أحد أعضاء مجلس الشعب وقال على موضوع الزيادة في الأجور وكده، كان الرد ان احنا في حاله دلوقتي وحال الاقتصاد صعب جدا جدا جدا، فلازم يبقى الموضوع مدروس بشكل كافي. بالتاكيد طب يعني واضح بدل في توجيهات من سياده الرئيس اكيد في دراسه، لكن هل في دلوقتي امكانيه واللي بيجري بقى في الكواليس عايزين نعرف في مخصصات تكفي لهذه الزياده ممكن تكون قد ايه؟ يعني بعض المعلومات اتفضل. يعني زي ما قلت لحضرتك ان الحكومه كانت اقرت مجموعه من الاجراءات فيما يتعلق ب يعني مش هنقول بزيادة المرتبات وخلافه، لا، هي قررت العلاوات السنوية اللي هي تقدم للعاملين في الدولة، لكن هي ابتكرت أو استثنت أمر جديد يعني كان توقف منذ فترة طويلة في حاجة اسمها علاوة استثنائية، علاوة غلاء معيشة، وده طبعا لمواجهة الأوضاع الحالية. دي اللي تم الموافقة عليها امبارح. تم الموافقة عليها امبارح. مجموعة هذه العلاوات كان يبقى لها حد سواء للمعاشات أو للعاملين في الدولة، كان لها حد أدنى، الحد الأدنى 130 جنيه تقريبا يعني. لو حضرتك بتشوفي معدلات التضخم يمكن في الشهر الماضي انخفض الى حد ما معدل التضخم بعد ما كان مثلا 33% لو حضرتك تتذكري، اصبح 29%. فالحكومه في هذه الحاله بتحاول الى حد ما مسانده المواطنين فقررت هذه العلاوات، لكن الرئيس أصدر لهم توجيه بزيادة هذا الحد. البعض فهم إن هي زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات وخلافه. لا، هي مش زيادة جديدة. بقى احنا الحقيقة احنا فهمنا كده، احنا عايزين نعرف امال هي ايه. هي مش زيادة جديدة، ولكن إن الحد الأدنى اللي كان منصوص عليه عندما قررت الزيادات كان 130 جنيه، يعني إلى حد ما عايزين يرفعوهم شوية، يرفعوا هذا الحد، أعتقد إنه وافقوا عليه على 150 جنيه. لكن في المقابل كانت الحكومة برضه خدت مجموعة من الإجراءات، لأن الزيادة الكبيرة في المرتبات أو في العلاوات أو الحوافز اللي هي بتقررها الحكومة قد يؤتي ثماره
يعني ثمار عكسية، بمعنى أن ترتفع معدلات التضخم لأن الناس معها فلوس فعمالة تصرف، فبالإضافة إلى يعني هناك طلب من جانب المواطنين لكن المعروض اقل. يا فندم يا فندم معلش، اصل الناس مين اللي معاها فلوس عماله تصرف يعني بلاش. لا الزياده كل ما اديت زياده اكبر بيبقى الناس معاها فلوس فبتصرف. هناك طلب على السلع، يعني هل يعقل مثلا هنقول ان ما فيش مواطن ما بياكلش مثلا ما بيشتريش سلع غذائيه؟ لا بيشتري، لكن المشكله ان المعروض من هذه السلع في الاسواق بسيط، فده بيؤدي الى ارتفاع الاسعار. هناك اجراء اخر كانت عملته اللي هو فيما يتعلق بضرائب الدخل اللي هي الاعفاءات اللي قدمتها الحكومه. ليه بقى؟ عشان تعمل تعادليه. ضريبه الدخل بدل ما تديله بدل ما ياخد ده زيادات كبيره في المرتبات، انا بعفيه حتى في ضريبه الدخل من كذا او بنسب معينه، وبالتالي ما كان يدفعه ضريبه بيرتد إليه في المرتب بتبقى زيادة. دي مجموعة من الإجراءات، وأنا زي ما قلت لحضرتك إن البعض كان يعتقد إن دي زيادات جديدة، هي ليست زيادات جديدة، هو زيادة في الحد الأدنى فقط اللي هو كان معمول في العلاوة من 130 ل 150 من 100 في العلاوة الاستثنائية أو خلافه. سيادتك بتسألي عن مخصصات الموازنة العامة للدولة وهل هي تسمح؟ شوفي يعني ليس معنى ان الرئيس يطالب بزيادة الحد الأدنى للعلاوات او خلافه ليس معناه ان الحكومة هتضطر ومرضخة ان هي تزود حتى لو ما عندهاش مخصصات مالية. لا، مش ممكن يتم يحصل ده، لان عادة في وضع الموازنة العامة للدولة انت بتعملي بنود احتياطيه، بنود احتياطيه بالظبط، بتاخد المخصصات الجديده دي من البنود الاحتياطيه اللي كانت موجوده في الموازنه. ده بالتاكيد. معلش انا اسفه بس عشان وقتي جزيل الشكر للاستاذ عبد اللطيف وهبه الكاتب الصحفي بجريده الاهالي.